نحن لا نهزم عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر قاسم سليماني يعني كل محور المقاومة قاسم سليماني يعني فلسطين لبنان سوريا والعراق واليمن أفغانستان وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق المقاومة أما نحن في حركات المقاومة نحن على مشارف انتصار كبير لا يجوز أن ننهزم نتيجة سقوط قائد عظيم من قادتنا بل يجب أن نحمل دمه ويجب أن نحمل رايته ويجب أن نحمل أهدافه ونمضي إلى الأمام بعزم راسخ وإرادة وإيمان وعشق للقاء الله كعشق قاسم سليماني ما في شخصية بوزن قاسم سليماني ورمحك المهندس ما في حذاء قاسم سليماني بيسوى راس ترامب وكل القيادة الأمريكية حذاء قاسم سليماني القصاص العادل هو ما يلي الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة بالدقة عندما تبدأ نعوش الجنود الأمريكيين والضباط الأمريكيين بالانتقال النعوش عندما جاءوا عامديا ويعودون أفقيا سيدرك ترامب وإدارة ترامب أنهم فعلا خسروا المنطقة وسيخسرون الانتخابات وإذا تحقق هذا الهدف وسيتحقق هذا الهدف إن شاء الله سوف يصبح تحرير القدس على مرمى حجر عندما تخرج أمريكا من المنطقة سيجمع هؤلاء الصهاينة ثيابهم في حقائبهم ويرحلون قد لا نحتاج إلى معركة مع إسرائيل